حسن محمد عبد الله الاستاذ حمادي. هذا احنا كنا اول كنا في الصيد، هذا الخيوط مال الصيد نستعمله الاول شيء. الاول نستعمل الغزل. اما الحين نستعمل النايلون. هذا الخيط مال نستعمل فيه حين الصيد به الصاله. يسموه صاله. باع وحطيه بلد. وهذا مال التدمينه. ندمن أربع مثل أربع خمس تبوع سبع تبوع نمتي سمكة يعني شعري صالة يعني أي سمكة بالقوة تضرب. والثاني الخيط الثالث هذا نستعمل فيه حين سيف ردو يسمونه البلد والسيم تقريبا باع عشان ما يقطع البلد الخيط. ثالثا هذه الريشة هذه، هاي نشخطها بالقبابة، نشخطها بالقباب هذه، تشخط القباب، هذا الريش، هذه سمكة هاي نشخط فيها نشخط فيها، سمكة طالة ولا قفدارة ولا أي شيء سمكة يعني تي تضرب، هذا خيط عادي، نصيد فيه الباسية يعني سطة إبراهيم نمادير هذه هذا ما صيده الحين. وهذا هني هذا السيم الحين هذا السيم استعمله الحين. أول كان ما نستعمل سيم الحين استعمل سيم لأن ليش؟ لأنه فيه سيف رندو وفيه القد يطير خيط عادي يقطعه نحط له سيم عشان ما يقطعه ما يقطع البلد الميدار. هذا مدور نحط ميدار ومدور عشان ليش الخيط ما يحيس في مدور الخيط ما يحيس. هذا نستعمل هذا هذا البلود على حسب المايه. في المايه اذا كان مايه حامي نحط بلد 10 او 12 بلد مايه قفيف نحط بلد 8 بلد 6 للحداق. هذا الريش هذا حق الصيمه الصغار هذا الصيمه نحدق فيه يصير. وهذا الليت نحطه بالخيط وننزل القوع شب عشان نشوف السمكه تشوف اليم الدمار. هذا نستعمل به سيف رندو ميدار مع السيم. الحين اول ما في سيف رندو ما في شيء الحين بس سيف رندو. هذا اول كان جهاز يوم نروح البحر ما في جهاز كمبيوتر ما في. نأشر نحط علامة في الجبل وفي الرمل فوق علامة يعني
نروح على العلامة هذه نيشان نحط نيشان ونحدق. الحين كمبيوتر تروح بحر تروح البر أي مكان تحصل لك محدق مال سمك تبرمج هذا الكمبيوتر ومرة ثانية بتروح تروح عليه على المحدق هذا الكمبيوتر. هذا البطارية طبعا ماله هو هذا الميادير استعملها ميادير الأولين استعمل هذا الميادير الكبار حق سمكة صغيرة ولا حق سمكة الوصية هاي الميادير استعملها حقتكم تو سنارة نقول ميدار هذا 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 الميدار انت تسمو سنارة روح نسمي ميدار. هذا الحداقة الحين تقعد للسمك الحين نحط اليمار في نغر ولا خصاق انتم تسمونه ثقاق تسمونه حبار احنا نسمي نغر نعطيه الميدار يمار له حق السمكه هذا اول ما الحين اما اول شيء كان خيوط غزل ما في نايلون خيوط غزل نستعملها تيلد وتغزل وتقب ميادير والأشياء هذه الأول الحين مرتاحين أما أول كان حالة صعبة الخيط الأول تأخذ لك يومين ثلاثة أيام أربع أيام يوم تكسره لم تكسره تربط الحالة الأولية كان حالة صعبة الحداق خاص الحداق الغزل أول تغزله وتسمته لما تسوي لك خيط منه الحين لا الحين نايلون على طول اربط عقب واحدق ما مثل اول صعب كان حاله يعني صعب اول حداقنا احنا البحر تروح انت تقعد لك نص يوم ربع يوم نص يوم تجيب لك يعني كميه سمك شويه قليله ما وايد بس السمك شوي اغلى اما الحين لا الحين الشيء زاد الزود والسمج زاد والقيمة نزلت في هذا الوقت أول شيء القبابة هذه نصيدها بالهذه بالريشة هذا تشخيط تشقط لها بخيط نسحب لما ضربت بالريشة هذه القبابة أول شيء وليه لا زال بعد منها بهذا الريشة القبابة الصدى عنفلوس القد أي شيء سمكتي في التشخيط هذا الريشة هذه استعملها ليه من أول شيء لي هذا هذا طبعا هذا الخيوط الميادير هذا الميادير مفصول هذا الجدمة وهذا الميادير وهذا البلود وهذا الكمبيوتر يعني هذا هو الأول شيء نستعمله أول استعمله الحين بس أول كان حالة صعبة شوية أما الحين يعني كل شيء ريحونا من غزل خيط الغزل والخيط ما الحين ناستيك نايلون ناخذ طيتين ونعقب اول شيء كان نروح الشاشات بشواحيف خشب نجر ميداف اول ميداف يعني قليل مكاين تروح مسافه يعني 200 4 متر 4 كيلو 4 ميل 5 ميل 6 ميل ميداف نجر وتحدق شاشه بخشب شاحوف وبعدين الحداق وبعدين بتجي يعني تروح هناك اول يوم نروح هناك السمكه ما جاء سمكه ولا ما سمكه نجني لها شوف وين سمكه وين ما سمكه وين محل او مثل محار نجني له ونغوص على المحار هذا نجني ونغوص على المحار يعني اربع تبوع خمس تبوع تكشف القوع الحين ماشي الحين غوص ماشي قلي ما في غوص الحين كله حداق واليخ تاخذ ليخ تاخذ الليخ تمد ليخ خمس اربع طوق خمس طوق نزل في القوع في الارض بعدين تمد وانت ترد توكل على الله تبي سمكه جنعده قبابه يريول يضرب الليخ ثم تنصب مثلا المغرب وتروح الصبح تباري
اللي فيه نصيبة تجيب نصيبك، وإذا ما في نصيب ترى ترزق الله مرة ثانية إن شاء الله الله يعوض. هذا الأول صيد الأول، أما الحين لا حق إلا شيء رايحة، شيء رايحة الحين. نعم السنارة، عندنا السنارة هذه ما في بعد صيد، غير السنارة والليخ شبك، الليخ وشبك هذا الشبك هذا المدة قعدنا ساعتين ثلاث ساعات هالشكل، ساعة ساعة ونص نشيل في سمكة ترى ضاربة فيه، ما في سمكة شيل، تبي تقط مرة ثانية نزل، ما تقدر تعبان شيل وتعد البيت. واللي باشر الله كريم، الأول كان في البحر نروح ثلاثة تنفار أربعة تنفار، نفر نفرين نفرين يروحون، بس النفرين شوي صعبة، بس الليالي الأول البحر ثلاث تنفار أربعة تنفار يروحوا ويا بعض في السفينة في المحنل أو في الطراد. أول ما في طرايد وايد، كله خشب، من خشب من خشب ومداف نير مداف. الحين لا حين كله مكاين، الحين كله مكاين الحين، يعني لو الحمد لله الدنيا صارت الحمد لله زين، ما مثل الأول، أول كان صعبة العيشة، الحين لا العيشة الحمد لله زينة، الله يخلي شيوخنا إن شاء الله ما قصروا علينا، موفرين لنا كل شيء بالنبي. هاي قبل هاي السنارة، هاي قطة السنارة هذه بحر، هاي هاي سنارة حطي فيها هنا يمار وننزل البحر وتمسك الخيط انتكنا، انت قاعد في السفينة اول شيء ماسك الخيط في كل ما اسمك جتان ها تحس فيها عشان تاخذ ترد فيها تجي في ما في شيء خلي انت مرة ثانية بعدين تمشي في تجيب تسحب تحمل تحمل وتجيب ترد ترد هذا المدار هذا تيمه تحطي فيه يمر غير اذا ما في خلص يمر مثل ربيان مثل بقول لك طيبه عومه بريه تحطي فيه وتنزل مره ثانيه. هذه صيد السمك الاول كان في الخيوط الحداد في البحر ثلاث اربع خمس انفار عشر انفار على حسب الكميه الانسان، يعني واحد يسولف وش طاديت سمك، واحد يقول ما صاديت سمك، واحد يقول انا يعني ما رحت، واحد يقول انا والله مريض ما تاخرت على البحر، وهذه طول هذه الاشياء اللي بتجمعني ببعض تجمع، كل واحد يقول رايه، انا ما صدت وانا صاديت وانا ما رحت وانا رحت، وهذا هو. هذا حافظ المودي اول كان مودي انه ثلج، مودي لين ثلاجه، اذا رحنا من الساعه 4 يعني تاخذ السمكه قبل اذا بشوف السمكه بتاخذ لي 4-5 ساعات مودي ثلج. ثلاجة تحطي السمكة في الثلج عشان ليش ما تضيع، وإذا كان أول ثلج ماشي السمكة اللي صيدها من البحر تجيب هنا تشخها وتملحها وتعلقها. أول كان ما في ثلاجات ما في شيء تخليها لباشر تشيب تشرخها تشك تشرخها وتملحها وتعلقها يطق الهواء تنشف ما تخيس يعني ما تضيع. راح نسميه كسيف أول نكسفه. أول شيء نطلع الصبح البحر نشوف لنا أماكن أو أول مكان ثاني مكان ثالث مكان أي مكان نحصل فيه سمك نوقف نصيد نصيد دائما وقفت وقفت السمكة هذه خلاص شلنا غيرنا مكان ثاني بعد نفس الشيء حصلنا سمك حصلنا ما حصلنا شلنا بعد نقلنا مكان ثالث لما نحصل لنا موقع هذا مكان السمك نصيد سمك نحطي بعدين إذا حصلنا مقام حطينا علامة في الجبل شيرة في الجبل نخلة نحطي علامة شرق وغرب بر وبحر يعني شرق وغرب وبر وبحر يعني إذا رحت بحر يغير الموقع وإذا رحت البر تغير الموقع تحطي الجبل. الحين لا الحين كمبيوتر الحين هذا كمبيوتر هذا حصلنا موقع خلاص برمجنا الكمبيوتر هذا ورحت خلينا نجمر مرة ثانية رحنا نروح على الكمبيوتر على الرقم دق الرقم ونروح سيدة على الموقع حصلنا سمكة حصلنا ما حصلنا غيرنا مكان ثاني إني نحصل مكان موقع يعني في سمك نصيد سمك نقعد عليه نتحرك ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات على حسب.
نطلع البحر نفس مثل ما قلت لكم الأماكن اللي حصل فيها سمك، نقعد ساعة ساعتين ثلاث حصلنا ما حصلنا نرجع مكان ثاني نصيد، ناخذ لين ثلاث أربع خمس ساعات إني صبعد الجماعة، أنت ها رايح البحر وها رايح البحر وها رايح البحر، أنت وش حصلت وأنت ما حصلت، وين حدقت أنت وين ما حدقت، أي جبل وين نش على علامة مالك النشا مالك وين، اللي يبغي واحد يقول له رفيجه خبره يروح، واللي ما يبي خبره ما يخبره، لأن يقول إذا خبرته بخرب علي، رحت أنا هني محدك وبي ثاني بي واحد وثاني والثالث، يعني يتجمعون أربع خمس طراريد أربع طراريد، يعني كمية يصير تروح لسمكة تروح يوم أنت نفر واحد تحصل لك سمكة هاي موقعها تروح لي مرة مرتين ثلاث تصيد منها النصيبك هذا الأول، وترجع ترجع البيت مرتاح الحمد لله مرتاح جايب نصيبك اللي بايعنا واللي عاطي أصدقائك واللي وزعنا، يعني الحمد لله رب العالمين. أول ما مثلي أول ما في يعني شيء بفلوس صديقي صديقي بيجي على البحر بعطيه، احنا الحين لا احنا صديق ماشي احنا فلوسك احنا فلوسك ما في صديق ما صديق، بيقول انا قاعد رايح اتعب في البحر واسهر واخصر وانت جيت تاخذ عندي بلاش اعطيك بلاش، لا ما بعطيك بلاش، تبي جمع اشتر صح ومن حقه، يعني تعبان سهران ومخصر وانت بتجي تاخذ فلوس بلاش، لا الا من نفسه بروحه بيعطيك جد الله خير، ما بيعطيك ما من حقك يعني تاخذ من عنده. نصيد شعري الكوفر الصال الهامور المعوز، يعني هالاشياء هذه نصيدها بالخيط الاول، وللحين الحين كل سمكه نصيدها بدال هي في البحر وتروح على موقع يعني فيه سمك كل سمكه تطيب. هذا طبعاً أنا بروح أسوي هذا، تحطي بالخيط هذا وتسحب ولا الطراد تضرب، هاي يسموه طاش ما طاش، هذا شفتي هذا هذه المر ماله لي ماله، هذا هو الحين الإقباب، هذا هو هصيد السمك، هاي صنعتي أنا ما صنع، أول كان يجيب نروح نشتري بس قلنا بدنا ما رحنا نعرف نسوي ليش نشتري، يعني نخسر فلوس بنروح نمتجر قلت نعرف له، وهذا نفس الشيء الاقباب هذا والحداق وحداق، وهذا اللي تحين هذا هني هذا نحطه بالخيط في الليل، هذا نستعمله بالليل حق السمكه نشوفه نكسره هالشكل وننزله مع الخيط مع الميدار في القوع، هذا في البحر الشب. هذا هو الخيط، في الخيط حطي في الخيط قبل نروح الفجر صبح ساعة بالخمس بالخمس بالست الصبح البحر يجي ساعة بالعشر تسعة عشر نرجع، أما أيام الليل في الليل لا الليل بنطلع بعد صلاة المغرب نطلع أنت من الساعة عشر الساعة 12 أو قد نبات في البحر لمني الصبح هنصيد في الليل، أما صيد النهار لا صيد النهار نطلع الظهر ونرجع العصر، هذا شفت أنت هذا اللي شفت شلون يشب في البحر يشب سمته تي عليه نربط في الخيط ونربط عليه نربطه. هذا هني نربط الشكل هذا البلد هني هذا الميدار هذا هني أخي شك هني هذا الميدار هذا يمر ماله هذا البلد هني هذا اللي في البحر شاب يمر فيه هني وانت فوق قاعد تنطر قاعد تنطر الشكل هني وهذا هاي بتيها سمكة بتاخذه تحس فيها الشكل تنشع جيبها اذا هي ماسكه ما ماسكه خذها مره ثانيه اذا تنشع الشكل علامه تعطيك علامه جرها جيبها فيها تسحب
تبرسه تنزله مره ثانيه. هذا شغل الليل، هذا مال الليل مو مال النهار، هذا صيد الليل. اما صيد النهار لا، صيد النهار عادي بدون ليت. جاي ما تحطه بيمار ما يمار وتنزله. هذا مثل هني ها. هذا مستعمل السيف رندو الحين الوقت. جاي؟ هذا السيف رندو. نحطه في ليته هني. نحطه في صيمه بري هذا نغر ولا يمراني وننزله. ننزله كم؟ 20 باع، 25 باع، 30 باع، 18 باع على حسب على حسب السمكه. او قد ننزل القوة وتقود الخيط هذا وتسحب. هذا ما تصيد السيف رندو بالليل، ما في النهار في الليل. هذا اصيد الليل. كنا نطعم سمك النغر البريه العومه الصدى، هذه نحطها طعم في الميدان عشان يجي عليه. ولا الميدان ما بدك تسمكه بدون نيم، لازم تحط فيه اكل عشان تسمكه تي. اما الميدان الشكل ما بي، لازم تحط فيه طعم ولا نغر ولا بريه ولا اومه ولا يعني اي شيء نيم تحطي فيه وتقطله عشان يسمكه تي. ما تجعل الميدان حديده يابسه، لا لازم تعبي لها اكل. والله الاخير شكرا لكم، جزاكم الله خير وما قصرتوا. Thank you.